السلام عليكم. بهذا الفيديو راح نتعرف على مكتبة جديدة مهمة جدا للتعامل مع الفورمات الخاصة بالديت والتايم. طبعا مثل اي بلاجن تاني بنروح على الانستولينج، من اول شيء بننزلها، تمام، ننسخها بهذا الشكل، تمام، نعملها كنترول سي، بنروح على البسبكتيامل نعملها كنترول في، بنلصقها هون، بعدين بنعمل فلتر بوب جيت، تمام، بعدين بنروح بنعمل فلتر كلين، بعدين بنوقف المشروع، بعدين بنوقف البروجكت، بعدين بنرجع بنشغله. بعدين طبعا بصير بامكاننا انه نستعملها ببساطه شديده من خلال انه نعمل لها امبورت بهذا الشكل، تمام، نعمل لها امبورت بهذا الشكل كنترول سي، تمام، هون بهذا الشكل. طبعا انا عملت هاي الخطوات اختصارا لوقت الفيديو، طبعا قمنا بهي الخطوات لمرات عديده وصار الموضوع واضح بالنسبه لاغلبكم، تمام، حلو كتير. شو بتفيدنا هي المكتبة بالبداية؟ هي المكتبة بتفيدنا لعمل فورمات للوقت أو الزمن. كيف هذا الشيء ممكن يكون؟ على سبيل المثال أنا عندي متغير date 1 عم يجيب لي الديت الحالي، أنا حسميه ديت بهذا الشكل. هذا الديت، هذا المتغير حيجيب لي الوقت الحالي اللي موجود فيه أنا حاليا، تمام؟ طيب إذا أنا عايز أعمل له فورمات، يعني أنا عايز مثلا أعرضه بطريقة محددة، مثلا فبراير، مثلا مارس، يعني يكتب لي اسم الشهر، مثلا يكتب لي وينزداي مارس على سبيل المثال، تمام، انه آدار يوم الاربعاء او فبراير او ديسمبر او الى اخره. فانا ممكن اتحكم بالفورمات الخاصه بطريقه عرض التاريخ. ناخذ مثال على هذا الموضوع سريع جدا، اعمل برنت بهذا الشكل. طبعا المكتبه هي اسمها جافي، تمام، طريقه استعمالها كثير بسيطه. اول شيء تكتب الاسم جافي بهذا الشكل، تمام، حنكتب الجافي، تمام، حنفتح قوس، هندخل التاريخ هون على سبيل المثال، انا راح ادخل الديت اللي هو طبعا المتغير هذا اللي انشاته، اللي هو طبعا من الديت تايم، تمام. بعدين راح اعمل الفورمات اللي انا عايزها. اول ما اعمل دوت حيظهر لي مجموعه من الفورمات الجاهزه اللي ممكن استعمل اي واحده منهم مباشره، تمام، او ممكن اعمل فورمات كاستم بهذا الشكل. اول شيء حنجرب الشيء الجاهز اللي هي طبعا اول واحده الاي، حنشوف شو راح ترجع لنا، تمام. هفتح طبعا التطبيق بهذا الشكل، هعمل هوت ريستارت، هضغط على البتون، تمام. اول ما ضغط على البتون راح جاب لي ويت، فعلا اليوم الاربعاء، اليوم فعلا الاربعاء. شوفوا كيف عرض لي اليوم من خلال ثلاث احرف اختصارا لها، اذا عرض لي اختصار لليوم، اذا الاي هي عباره عن اختصار لليوم. يا شباب انا عندي مجموعه من الفورمات، شايفين، لازم طبعا ما تحفظوها، ما حدا بيحفظن يعني، بس لازم اوكي تكون فاهمون انه مثلا الدي مقصود فيها اليوم، الاي مقصود فيها اليوم من الاسبوع كمقتطف قصير منه، تمام، ببساطه شديده مثل ما صار هون ويد. طيب اذا انا عارض، اذا انا حابب يعني اعرض اسم اليوم كامل، كيف هذا الشيء ممكن يكون؟ من خلال اني اعمل 4 اي بهذا الشكل. لو رحت ضغطت هلا على البطن حيروح يطلع لي وينزداي، شايفين، طبع لي وينزداي، طبع لي اليوم الحالي فعلا بالضبط كامل مثل ما شايفين، تمام، حلو كتير هذا الموضوع. طيب نشوف شو عندنا ايضا خيارات. في عندنا الدي، الدي، الدي المقصود فيها اليوم، طبعا احنا بنعرف هذا الموضوع ما اختلف اي شيء، تمام، المقصود فيها اليوم، تمام، ببساطه شديده، تمام، ذات تايم ناو، اوكي، المقصود فيها اليوم. طبعا الدي كمان عندنا الدي لحالها، طبعا هلا حنتعرف عليهم بالتفصيل بعد شوي. هلا حنشوف هون عندنا مجموعه من الفورمات الجاهزه، تمام، مثل ما شايفين عندنا الاور مثلا، ممكن اوكي بهذا الشكل، الساعه، تمام، 23 مثل ما شايفين فعلا 23 الساعه 11، تمام. ممكن على سبيل المثال عندنا طبعا عده خيارات، عندنا الجي، تمام، اللي هي ايضا الساعه، ولكن الساعه مع هل هي قبل منتصف الليل او بعد منتصف الليل، شايفين، اعطيني 11 بي ام ببساطه بهذا الشكل. طيب لو عملت انا على سبيل المثال اوكي، خلينا نقول مثلا واي، اذا عندنا اوكي في عندي هون الواي، تمام، ممكن نستعملها، في ممكن نستعمل واي ام بهذا الشكل، نشوف بنعمل شو، فاظهر لي مثل ما شايفين السنه اللي هي طبعا واي، والشهر اللي هي الام، تمام، بهذا الشكل. اذا في عندنا مجموعه من الفورمات الجاهزه اللي ممكن نستعملها، وممكن انا اعمل فورمات اختياريه، يعني كاستم، انا اعمل فورمات كاستم بهذا الشكل. بعمل اول شيء سترينج، بعدين بعمل حرف الام على سبيل المثال بهذا الشكل، اكتب حرف الام كابيتال، مقصود فيه الشهر، هيروح يجيب لي فعلا الشهر الثاني، شايفين، جاب لي الشهر الثاني.
ممكن غير الفورمات بهذا الشكل MM، حيجيب لي مثلا الشهر ولكن 02، يعني كيف احيانا هون بيكتب 02 يعني على خانتين، تمام 02 ببساطة شديدة. ممكن يجيب لي اسم الشهر كامل، لو كتبت 4M كابيتال بهذا الشكل وعملت شو راح جاب لي فبراير، تمام بهذا الشكل. طيب حلو كتير، لو انا عملت Y على سبيل المثال بهذا الشكل حيروح يجيب لي السنة، Y small طبعا راح جاب لي 2021. لو عملت Y بهذا الشكل شو راح يجيب لي؟ راح يجيب لي 21 اختصارا ل 2021، تمام. لو عملت 4Y حيجيب لي طبعا اسم السنة كاملة 2021، تمام بهذا الشكل. على سبيل المثال لو استعملت الجي، تمام، ممكن ببساطة شديدة يرجع لي الوقت. طيب انا ممكن اعمل مثل ما اتفقنا كاستم فورمات، يعني انا ممكن مثلا اعمل واي، تمام، يعني حيجيب لي السنة، بعدين راح اعمل بهذا الشكل يعني خط اكتب ام على سبيل المثال، شو راح يصير هلا؟ طبعا خليها ام كابيتال عشان الشهر، حيروح يطبع لي 2021، وهون شوف شوف شو عمل، عمل لي فراغ مثل ما انا عملت، شايفين بهذا الشكل، وعملت سبيس انا، تمام، بعدين عملت الام اللي هي الشهر، فعلا راح جاب لي 2021 الشهر الثاني. ممكن بعد على سبيل المثال مثلا اذا كنت انا عايز اطبع اليوم دي بهذا الشكل على سبيل المثال، فراح جاب لي 2021 2/24، تمام ببساطه شديده. ممكن اعمل مثلا الشكل اللي انا عايزه، مثلا ممكن بهذا الشكل، حلو ببساطه شديده من دون اي مشاكل، حلو كتير. طيب انا ما راح اجربهم جميعا، يعني الموضوع صار بسيط وواضح بالنسبه لاغلبكم. الفورمات حتكون موجوده بصندوق المدرب، فيكم تجربوا الفورمات كامله ببساطه شديده وتتاكدوا من صلاحيتها، تمام، وتعملوا الفورمات التاريخي اللي انتم عايزينه. وايضا بالباكج هون عاملين لكم امثله، مثلا اذا عملنا 4 اي كيف عم ينطبع، اذا عملنا بهذا الشكل كيف. تعال نجرب هذا مثلا الفورمات، اوكي حاخده بهذا الشكل، كنترول سي حعمله، تمام بهذا الشكل، تمام، حارجع للإيميليتر بهذا الشكل وحعمل شو، شايفين كيف أظهر لي فبراير من خلال التلات أحرف، بعدين 24 تي اتش من خلال دو، الواي واي حيرجع لي السنة اختصار لإلا 21. طبعا ممكن أنا أعدل عليها ببساطة شديدة، خليها 4Y 2021 بهذا الشكل. طالما أنت عارف الفورمات فأنت ممكن تعدل عليهم بسهولة تامة. طبعا من مزايا الجي في ايضا هي الفرام ناو، هي ميثود طبعا بتفيدنا بعمل فورمات مميزه الحقيقه، وبنشوفها بكثير مواقع مثل الفيسبوك مثلا، ما انت تنشر بوست على سبيل المثال، بعد دقيقه من نشر البوست لو انت طلعت على البوست حتلاحظ انه كتب لك تم النشر منذ دقيقه، يعني انه البوست هذا تاريخه منذ دقيقه. مثلا لو طلعت عليه بعد ساعه حتشوف مثلا كتب لك عليه منذ ساعه، تمام، منذ ساعة، يعني تم النشر منذ ساعة. طيب كيف ممكن تعمل هذا الشيء انت؟ قال من خلال مكتبة الجافي في عندك مثل اسمه فرام ناو، من خلاله ممكن تعمل هذا الشيء بسهولة تامة. حنجربها، تمام، هعمل هون عند الضغط على البتون انه يروح يطبع لي بالتيرمينال، تمام، منذ، يعني بدنا نشوف قد ايه. هلا انا طبعا عندي التاريخ الحالي ديت، يفترض لو انا عملت هلا هون برنت بهذا الشكل جافي، تمام، الجافي بهذا الشكل، اوكي، طبعا حمرق التاريخ بالبدايه، تاريخ اللحظه هي دوت فرام ناو، شو لازم يجيب لي اذا عملت انا دوت فرام ناو؟ هلا لازم يجيب لي منذ ثانيه، منذ ثانيه يفترض. حاعمل طبعا هوت ريستارت اول شغله عشان ينفذ التعديلات، بعدين حاضغط شو ديت تايم، فعلا جاب لي ثانيه سكند اجو، جاب لي منذ عده ثواني. طبعا ما في مشكله لانه لو ثانيتين حيكتب لك اف يو سكند اجو، تمام. طيب لو كان التاريخ على سبيل المثال دوت سبتراكت، لو عملته انا الديوريشن، تمام، لو عملت التاريخ قبل مثلا خلينا نقول ساعة، شو راح يطبع لي؟ يفترض يجيب لي طبعا قبل ساعة ببساطة شديدة، حاكتب واحد انا. هلا يفترض يجيب لي انه منذ ساعة، تمام؟ ما حدا بيختلف معي بهي النقطة، لازم يجيب لي التاريخ انه منذ ساعة، نضغط، فعلا جاب لي منذ ساعة، اور اجو، تمام؟ شايفين بهذا الشكل. أيضا من مزايا على فكرة جيبي انه ممكن يجيب لي التاريخ باللغه العربيه، انت ممكن تحدد باي لغه التاريخ اللي انت عايزه ببساطه شديده من خلال اللوكال، تمام، اللوكال بنلاحظ انه هي فيوتشر لانه فيها اويت، فشو الحل لهذا الموضوع؟ حاخذ طبعا انا اللغه العربيه اللي هي طبعا اختصارا لها اي ار، انت بتكتب جيبي دوت لوكال اي ار، فراح يحول لك طبعا التاريخ للغه العربيه بهذا الشكل، تمام. فانت ممكن هون تروح تعمل change مثلا، تعمل function تسميها change local بهذا الشكل،
تعملها async طبعا لانه في await واويت بهذا الشكل، تمام. بعدين تعمل بالانيشال ستيت تشغل الفانكشن بهذا الشكل، تاخذ اسم الفانكشن اوكي بهذا الشكل، نعمل هون كنترول في تمام بهذا الشكل، ونعمل هوت ريستارت. يفترض هلا عند الضغط يكتب لك منذ ساعه باللغه العربيه، شايفين منذ ساعه واحده كتب لي اياها باللغه العربيه مثل ما شايفين منذ ساعه واحده. طيب حلو كثير هذا الكلام. لو كان من ساعتين مثلا ضغطنا، طبعا اول شيء لازم نعمل هوت ريستارت دائما تمام، بعدين نضغط اوكي، نضغط على البطن فكتب لي منذ ساعتين تمام. لو مثلا 24 افترض يكتب لي منذ يوم، تمام ما حدا بيختلف معي بهي النقطه بتوقع. ايضا شو حاضغط هلا عليها منذ يوم واحد بهذا الشكل، الموضوع واضح وما في اي شيء معقد. لو عملت داي مثلا دايز تمام، عملت 3 6 5 من 365 يوم لازم يطبع لي منذ سنه، لانه 365 يوم هي سنه صح، بعملها بهذا الشكل فطبع لي منذ عام واحد، فعلا منذ عام يعني منذ سنه تمام، الامور كلياتها تمام وما في اي مشاكل. هي ايضا من مزايا جيفي. طبعا من خلال ايضا الاويت جيفي دوت لوكال اي ار بقدر احول انا تاريخ للغه ثانيه، بشغله بالانيشال ستيت عشان يشتغل عندي اول ما شغل التطبيق ببساطه شديده. بتمنى يا رب الفيديو يكون واضح وسهل وعجبكم، التوفيق.